هي شحنة من مادة الورق والبلاستيك المرسكن، تم توضيبها قبل شحنها وتوجيهها نحو التصدير لكل من دولة الهند وتركيا. هذه الشحنة ليست الأولى من نوعها، بحيث سبقتها عدة شحنات من قبل، أين تم تصدير حوالي 1000 طن من البلاستيك و1700 طن من مادة الورق السنة الفارطة. المؤسسة تاعنا عندها مواد اليوم اللي كنا في الأول ما عندناش وين حتى وين نبيعوهم وما عندناش التسويق، لكن حاليا الحمد لله بالتسهيلات الأخيرة اللي وضعها السيد رئيس الجمهورية قمنا بعملية عدة عمليات تصدير على مستوى عدة بلدان أوروبية. كذلك عندنا تصدير الكرتون لمادة لدولة الهند، كذلك عندنا مادة البيوتي اللي الآن رانا نديروا عملية تصدير تاعها لبعض الدول الأوروبية وإلى دولة تركيا. العملية تبدأ منذ دخول الشاحنات لمركز التدوير ونسكلة النفايات المتواجد بولاد موسى شرق العاصمة. هنا تبدأ عملية إعادة معالجة هذه النفايات قصد تثمينها. في عملية التدوير احنا ما نقولش النفايات، نقول الثروة النائمة اللي خلتنا نجلبوا العملة الصعبة. هذا النشاط اللي راه يعني جديد نوعا ما هنا في الجزائر، واللي مؤخرا تطور الحمد لله، اصبحنا من البلدان الرائدة في هذا المجال اللي اصبحنا نفرض انفسنا مع الدول الأوروبية. مركز التدوير يعتمد في نشاطه اليومي على عديد المؤسسات الناشئة التي تتعامل معه والتي تقوم يوميا بجمع ونقل المواد القابلة للتثمين على غرار الورق والبلاستيك والحديد. راه عندي اكثر من 8 سنين لهنايا، وحنا نجيبوا في السلعه اللي فيها من انايا شفاوتي بابا ملي كانت مؤسسه صغيره، واليوم راهي اليوم الحمد لله راهي مؤسسه كبيره راهي تصدر حتى للخارج. مع عمليه التدوير والرسكله تنجر عنها مواد ملوثة منها سائلة وأخرى صلبة، فما هو مصيرها يا ترى؟ النفايات السائلة اللي تروح عندنا خصصنا لها مجاري خاصة اللي يقوم درنا دي كونفونسيون مع مديرية ديوان التطهير اللي يجي يحمل هذه النفايات السائلة، وهو اللي يدير لي زاناليز يعمل دي زاناليز، وعندنا المواد الصلبة اللي نبعثوهم لسيوتي. وبعد أن كانت هذه النفايات مصدر تلوث بيئي، هي توضع في الشاحنة مرة أخرى، ولكن هذه المرة للقيام بتصديرها بعد أن تم تدويرها.